جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رضي الله ورعاه وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أعرب سمو عن خالص تهانيه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، متمنيا لسموه التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تقدمه ونمائه بما يلبي تطلعات المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله. وأكد سموه على مدى عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين المملكتين الشقيقتين وما وصلت إليه من تميز في مختلف المجالات وعلى جميع الصعد، داعيا الله عز وجل أن يديم على المملكتين وشعبيهما الشقيقين نعمة الأمن والرخاء.